إن شاء الله ما يكون غلط اللي قاعد بعمله. اوكي ليتس جو. والله ما انتبهت انا. والله ما انتبهت. طلع قديش في ناس كتير ميتين ترى. رحمة الله وبركاته. حمد الله وزادني. رجعت لكم فيديو جديد. فيديو راح نلعب لعبة سوبر ماريو ميكر 2. في هذا الفيديو جربت اني العب رن وطلعنا مراحل حلوة، وأهم مرحلة طلعت لعبة أمونج أس جوا ماريو. لعبة رهيبة جدا، أو مرحلة رهيبة جدا، إن شاء الله إنها تعجبكم. لا تنسوا اللايك والاشتراك وبس استمتعوا بالفيديو. أوكي خلينا نلعب رن. جرب الرن اليوم. تحاول نفسك أكمل صفحة كاملة. عندنا مستحيل. ماريو 3 دي وورد. وود مش وورد. يا كلب ليش تيجي؟ كيف الشيشة هنا؟ صراحة لا تقول لي اوكي. اوكي. اوه النو. شكله فيها الشجرة صح؟ نايس. وانا بهذا اللي كنت ادور عليه. لا نط. اوكي هاي لما تيجي تنط وزور كود بعمل لك هاي مياو، هاي بخرمش بخرب الدنيا. وين بتوصل هون؟ في ون اب انا متأكد. احسن احسن. انا بعرفش اتحكم فيها هاي. مرحلتك فاضية يا معلم. لا خلاص خلينا نرجع ناخد هاي. انتبهتش والله. اوكي بس دقيقة كيف نطلع فوق؟ لا بدي اطلع فوق. لا اطلع فوق الله ياخذك. اوكي ممكن نطلع فوق. قديش اياها؟ اوكي المرحلة الثانية هي طويلة على الفاضي، يعني مش شايف فيها اشي مميز. تروح ستة. يمكن أول مرة ما بخسر من أول مرحلة يا أرواح ياباني. هسه راح أخسرهم تكنيكال. فهمت. أوكي بحب ماريو هذا أنا. أوكي بقول لك المفتاح مع هذا البندورة هذا، بس كيف بدي أقتله؟ اوكي وين بودي هذا؟ نايس والله. اوكي جبنا المفتاح منه، يعني كل واحدة فيهم مفتاح واحد عشان ما خربت. هاي جبنا المفتاح. نايس والله حلوة. مين المفتاح يا شباب؟ هذا. اوكي نايس. حلوة المرحلة، حلوة هادية. تشيك بوينت كمان يا اخي انت محترم. في شي فوق؟ في شي؟ ايش في هنا؟ وردة. طيب بعدين. اوكي تحسها معقدة شوي المرحلة. بدنا مفتاح. في كمان مفتاح يعني ما اخذناهوش احنا. مفتاح. اوكي هيك صح.
تمام. اوكي اوه لازم اخسرها هون، فكرت رايح هناك. انتوا بعطونا كمان شو اسمه، بعطونا شل. اوكي تمام، استعب عندي بطيء معلش. طيب بعد كمان، يا الله ما احسنك يا اخي. تمام. هسه ايش؟ وات؟ بس الله يعطيك العافية. لا تمام، خلاص اخذنا من الونبات. نايس ليفل والله، نايس ليفل، تصميمها حلو ورايقة، واهم شيء انه ما خسرناش فيها. هاي احلى لايك وحش. اوكي ومعانا 9 ارواح، هذا اكبر عدد ارواح بجيبه من اول ما بلشت اللعبة. 199. اوكي شو يعني؟ اوه هيل نو، ولا راح نخسرها هون شكلنا. اوكي فكرت ايش بموت، اروح اجرب. يا عمي هنشوف. ايوه لازم اكتبه، ما اعرفش اتحكم فيها هذا. طب بعد ما اقتله ايش اسوي بعدين؟ معقول انطها من هون؟ هنجيب هاي. اوكي في شيك بوينت اخذها، ليش لا؟ انا خايف اوقع تحت. اوكي طيب، كمان هات هاي. لا كيف بدك؟ اوكي بنزل. ليتس جو، أخيرا قتال البيض. اوكي بس ما اقدرش اجيب الولد بصح، خلاص مش مشكلة، اهم شيء ما متناش بالمرحلة. واحلى قلب ازرق لعيونك، حلوة ولا اعطي قلب ازرق؟ هي حلوة بس قتال خرا، بس مش راح أعطي شي. المرحلة الرابعة معانا 9 حيوات، 9 حيوانات. اوكي اتاك اوتو ماري، ايش كذا اوتو؟ اوكي ايه مش اوتو. اوكي طيب انزلوا. تمام على وين؟ ايش تحت تو صح؟ فين هاي؟ اوكي نايس نايس، كمان مرة لازم اقتله هذا. اوكي نايس، هاي اول ضربة، هاي كمان ضربة. لا 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 لا
في كمان وحدة. لا دقيقة، انتي بعد انتي. ايوه نايس، اوكي. شغل بسات هذا الوحش. يا الله ميت. يا ربي ايش يا مخرج شيء. نفوز، ليتس جو. راكب مخبيه، كيف مخبيه؟ اخ اوكي نايس نايس، خلصنا منها. احلى قلب ازرق لعيونك، ما عجبتنيش. اوكي المرحلة الخامسة ومعانا 10 أرواح. ليتس جو. اوكي ياباني وحرف واحد، صار شو معناه؟ ها؟ لون غريب هذا، أول مرة بشوفه صدقني. هذا باللعبة. في مفتاح المفروض يكون مع هاي، مش مع هاي. وات، وين المفتاح يا طيب؟ اوكي اوكي الخروانة. اوكي هاي المفتاح. ديهم والله مرحلة رايقة هيك، الوانها حلوة والله. طيب ايش هسه؟ الفوز كيف ما ياو، لازم اكون صغير. ما قدرتش تندمج هون. طيب توصل صح؟ اتوقع انها توصل. اوكي ان شاء الله ما يكون غلط اللي قاعد بعمله. اوكي ليتس جو. والله ما انتبهت انا. والله ما انتبهت. طلع قديش في ناس كثير ميتين ترى. يا الله والله اني ما انتبهت. حلو حلو والله. هاي فضلته يضرب دن اوف لحاله. خلص بديش اضغط، بس طلعني هون فوق. اوكي عشان ناخذ الون اب. راح الون اب. لا بعطي النجمة ويوشي. تعالوا بده يدخل يوشي معك. حسبي الله فيك. حلوة. لايك عشان الوانها، بس الالوان رهيبة والله. اوكي ومقلبها حلو بصراحة. ليفل قديش هذا؟ السادس. أول مرة بوصل السادس. معانا 9 أرواح. اوكي كوبالينجز، ما قرأتش اسم. دقيقة كوبالينجز بلاي امونج اس ماي بير. لا بالله عليك امونج اس. في المراحل هاي بيكون خفيف لك ماريو، انت بدك تحاول تحل اللغز عشان تمشي فيها، بس لا مش من هاي المرحلة. ترى أول مرة بلعب فيها هذا الضبطة. I am Bo Imposter. اوكي طيب شو نسوي يعني؟ تشيك بوينت. في باب هون، في هون. وات، شو بده من الحياة هذا؟ لا بالله عليك متاهة هاي يا طيب. هو ما بقدرش اطلع. ندخل الباب هذا نشوف.
اوكي في كده تجميع قروش، تعرف بس انتبهت اني في قروش. اوكي في قرش فوق. اوكي لا شكلها حلو والله، بس متاهة. بقتل الوحش هذا وباخذ القرش. اوكي نروح نشوف هذه الباب وين بودي. هذه بالبداية. اوكي يبايب بنت. ها انا بوستر انا المفروض. نايس اشكرك. اوكي رجعت من هون، نشوف هذا الباب. ها اوكي في هون قش نايس. بس وين المفتاح؟ وين باب ال باب تبع المفتاح؟ اتوقع لازم اروح البداية اللي هون، ندخل من باب هاي، حطيت لك مفتاحين جنبي مش عارف اخش هون. اوكي توك شو النقاش يعني؟ صاص. اوكي اجكت. بقتلهم يعني هيك انا. اوكي شكلك فاهم يا نصة. يعني قاعد بقتل الناس هاي. استوعبت متأخر بس حلو والله فكرة المرحلة كثير حلوة. يعني هذا كل ما اجي اخذ مفتاح بقتل واحد. اوكي والله لايك، والله نايس نايس. بس هون نكون وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، لا تنسوا اللايك والاشتراك، واذا عندكم مراحل حابين نجربها اكتبوا لي اياها تحت التعليقات. مع السلامة.